سلامات. مش دايما السكوت علامة الرضا، ممكن يكون علامة الغضب أو العتب أو التعب. ممكن نسكت لنهرب أو لنحفظ الود، وأحيانا بيكون الصمت بيعني إنك انضجت لدرجة بصير الكلام مضيعة للوقت أو قيمة للي ما بيستحق. ممكن نسكت لنعبر عن احتقارنا للآخر أو ترفعنا عن الرد. السكوت قوة، لكن المهم نعرف أي متى نحكي فضة الكلام وأي متى نحتفظ بذهب الصمت، والأهم الأهم لمين نسكت وعشو، لأنه مش كل الناس بتفهم بلاغة الصمت. قولوا الله. امرأة بزمن منحتاج فيه لنساء عم يرفعوا أصواتهم لأجل الحق بوجه الظلم، كيف إذا كانت داخلة بمعترك السياسي من بابه العريض؟ عضو المكتب السياسي بتيار المردة اللبناني، المرأة والزوجة والأم فيرا يمين، عن أي قصة رح تخبر؟ خلونا نسمع. يا أهلا يا أهلا أستاذ فيرا يمين. يا أهلا فيكي. يعني لما نقول اسم فيرا يمين منقول اسم بارز بالمعترك السياسي اللبناني والعربي والاجتماعي حبيبتي، ويعني الصفة عضو مكتب السياسي بتيار المردة. نعم. بس ورا هالشي، ورا هالألقاب، في قصة. أنت مين فيرا يمين؟ أنا بعتقد أنه أنا مجموعة قصص بشكل أو بآخر مرتكزة بمعظمها على الحزن بحياتي. أعطيني عنوان لقصة فيرا يمين. قصة بنت صغيرة خسرت أمها عبكير، بقيت هي وإخواتها مع الوالد. كان عمرك؟ كان عمري 11 سنة، يمكن بعتقد أكثر عمر حساس. كيف عشت اليتم؟ صرت هيك عندي علاقة كتير خاصة أنا ومريم العذراء، زورها كل ليلة كأنها أمي. ومن وقتها بلشت الكتابة بالمعنى الفعلي، كان عندي هيك دفتر بمدرسة الرهبات الأنطونية لونه بتذكر بني وبعدني لهلأ حافظته ليقروا ولادي. كنت أكتب قصايد. لما بعد كذا سنة اطلعت لقيت تقريباً 80% من القصايد عن الأم، فشفتي كيف يعني هالقد كنتي عم بتفرغي. فرغت كل هالعاطفه او كل هالحزن او كل هالانكسار. ما بعرف تتذكري شيء من اللي كتبتيه عن الام؟ لا هيك بشكل دقيق لا، لانه بعتقد من يومين شتت الدنيا اول مره باهدن، فكل دايما ريحه الارض بعد اول شتوه بحسها ريحه حضن امي. هيك تتذكريها؟ بعد كل هالعمر بعدك تدمعي لما تسكري امك؟ بضلوا هالشعور بالحزن مدى الحياه؟ منضلنا صغار عم نبكي على انا بعتقد كل حدا بحافظ على طفل جواته ما بيقدر ما يضل مرافق هو والحزن. لما بتكسري هيدا الطفل اللي جواتك بتكسري كل عاطفه فيكي. يمكن بترتاحي انت، بس بعتقد بمحل معين في جزء كبير من الانسانيه ببطل موجود، وهذا اللي عم نعاني نحن منه اليوم. يعني مثل ما بيقول محمود درويش، بالأمس كنا نفتقد المحبة واليوم نفتقد الحرية، وأنا خائف غدا أن نفتقد الإنسانية. وصلنا لهذا الغد، فقدنا الإنسانية بعتقد. كيف تتذكريها لأمك؟ بتذكرها أكثر شيء لما بزور كنيسة السيدة، لأنه هي دايما كانت تعلمنا أنه كل ليلة نصلي لبي لعمومتي لبيت جدي. فبالتالي كل ما بتطلع بصورة العذراء مرات بحكيها عن جد، عم بحكيكي رابعة من دون مبالغة، شوف فيها أمي، بعاتبها، بنرفز منها، بزعل منها.
لحضنت خيي جورج بوقتها عن جد حسيت عم بحضن أمي، لأنه مثل ما قلت لي كل واحد كان عم بيلعب مع التاني دور الأم. خسارة أمك كانت الحزن الأول. نعم. والكبير الحزن الثاني خسارة جورج. قبل عندي مجزرة أهدن ب 13 حزيران 78. أنا في كتير ناس بيفتكروني بس بالعلاقة السياسية، أنا بنت بيت الرئيس فرنجي، يعني أنا ربياني يعني ببيته، أمي من بيت فرنجي وكانت على علاقة كتير كبيرة فيهم. بالحرب اللي هي كتير بشعة بسموها الحرب السنتين، ما بعرف شو اسمها حقيقة، شتينا بأهدن. فقبل ما خسرت أمي كنا كل يوم نقعد ببيت الرئيس فرنجي. فأنا ب 13 حزيران 78 كمان خسرت أهل لألي. يعني أنا أول فيرا بصغرتها على اسم فيرا توني فرنجي، فكمان خسرت توني وفيرا وجيهان وأهلنا. كانت صدمة ما بقدر أتخيلها. بعدين صرت حس أنه مفروض يبلش الحزن يبعد عني، الموت يبلش يخجل مني بمحل معين. لا خجل؟ إجا الانكسار الكبير 99 2000 2002. بيي خيي خيي ورا بعض ثلاث سنين. شو قلتي للموت؟ شو قلتي لرب العالمين؟ لا كفرت. احكيكي جد، بقيت بعد خيي ميلاد بال 2002 تقريبا شي سنه لقدرت بعدين رجعت احكي مع ربنا ومع العذراء ومع الانبياء والقديسين واللي بدك اياهم. بقيت سنه في مشكل كبير انا وياهم، بس بعدين مع الوقت بتحسي انه ما في شيء بيحررك الا الايمان. رجعت عملت صدمه بيني وبين حالي وقلت لا، لازم اوعى بمحل معين. اذا يعني الحزن هو العنوان اذا بدنا نقول، هو المقلع. اجاكي جواب ليه راحوا؟ نسال حالنا دائما هالسؤال. لا قد ما هلا عم نعيش بهذا الزمن الصعب عم بسال ليه بقينا بهالدرجة؟ ايه فيرا يمين هيك بتحكي؟ ايه هيك. وانا بستحي من ولادي، بخجل وبعتذر منهم كل يوم على الهوى وتحت الهوى وبيني وبينهم واللي بدك. ربيتهم على ثقافة الانتماء للارض، للهوية، للوطن، لهذا اللبنان، الغنية، الخبرية، مش لنوصل للي وصلنا له اليوم. مش نحن اللي وصلنا حالنا؟ مين نحن؟ ما هي مشكلة الشعب. ايه أنا بوافقك الرأي وبشكرك على هيدا الموضوع، لأنه هيدا الفصل اللي عم بينعمل والبروباغندا اللي عم تتسوق إنه وكأنه في شرخ بين في شيء اسمه منظومة سياسية وفي شيء اسمه شعب. نحن كلنا جسم واحد، جسم واحد كان بينقص عقل كبير لحتى نقدر نصمد بهيدا البلد اللي عم نحتفل بمئويته ونحن وعم نكسره، نحن وعم عقل كبير. مين العقل الكبير؟ مفروض كلنا يكون كان عنا عقل كبير. ما نروح بس كأنك عم تشيل المسؤولية عن السياسيين. عم شيلها عن الكل. ما أنت قلتي لي الشعب، ما هو الشعب كمان الحالة السياسية ما بتتجزأ رابعة. أنا مش دفاع عنه وأنت بتعرفيني، بس الحالة السياسية هي حالة ثقافية، هي حالة فكرية، هي حالة تربوية. مش إنه أنا اليوم لحتى برر حالي بدي أقول الحق عليك، لا، الحق على كل هذه التركيبة اللي ما قدرت تخلق جسم واحد، جسم ينتمي إلى وطن واحد. نحن منا شعب حتى، كأنه إذا بدي وسع شعوب مفككة طائفياً مذهبياً مناطقياً. ما حدا حذر وقري المشهد اللبناني قد زياد الرحباني. فيرا بس كأنه بهالمنطقة بيحكي هيك فلسطين، سوريا، لبنان، كأنه هلا بيتهموكي بهوية مختلفة يعني. كأنه قدر واحد، كأنه يعني مصير واحد، انه امر طبيعي. وين شايفه هلا؟ وين شايفه اليوم سوريا ولبنان؟ انا بدي اقول لك شغله، انه وين رايحين؟ اللي ما بيدرس جيوبوليتيك ما عليه يعيرنا شويه صمت بالموضوع السياسي. لانه اللي بيروح الى محاكاه الغرائز وكانك انت جزيره مفصوله عن هيدا العالم، هيدا وهم، الا اذا كان القصد شعبويه نتيجه مفصل انتخابي والى ما هنالك. انه اليوم باوروبا بتقولي اوروبا لما بتقولي في واقع اوروبي، بعدين بتصيري تجزئي الماني فرنسي. في عنا نحن واقع عربي، داخل هذا الواقع العربي في خارطه معينه متاثره مباشره بالكيان الصهيوني.
إنه إذا ما بدنا نقراها من هيدي البوابة فبالتالي كيف بدنا نحنا بوقتها لكان نفسر مفهوم الحرية؟ بس وين اللي بيوجع رابعة؟ وين؟ اليوم فلسطين بكل أزمتها وظلمها ووجعها وقضيتها المحقة واللي مرات نحنا يمكن منكون مغالين بمحبتنا أكتر من بعض أهلها، ما هيك؟ ملوك أكتر من الملك. إيه 100%، بس كمان بمحل معين أنت كل ما بدك تروحي لتتمسكي بهذا اللبنان مفروض تقري صح بكتاب القضية الفلسطينية، لأنه اليوم لو ما أجا هيدا العدو وانزرع بمنطقتك وغير بمنطقك اليوم ما كنا عم نعين اللي عم نعين. لوين رايح لبنان وسوريا اليوم؟ أنا بأزماتنا الاقتصادية الاجتماعية بعدين ما تنسي السياسية. رابعة ما تنسي كمان في الواقع العراقي بيأثر كتير وفي الواقع المصري بيأثر كتير. يعني اليوم لما بينحكى عن أنه مصر رح ترجع تلعب دورة العروبة لابد ما أنه نتنفس كلنا، هل رح ترجع مصر تلعب دورة العروبة؟ أنا برأيي أدرها هيك ما فيها، قد ما تهرب لقدام أو قد ما ترجع لورا أدر هذه الدولة إنه إذا ما تنفست عروبة. إنه شوفي اليوم نعمل بـ 78 كامب ديفيد، أكثر من 2 مليون شخص بمصر عايشين بالمدافن وبالمقابر، كنا نطلع عليهم نحن بهيدي الفوقية اللبنانية ونفكر حالنا إنه غير الناس، لكن نحن لوين وصلنا؟ اليوم بتشوفي بإعادة تركيب الخريطة اللي عم بتصير بالمنطقة وبعدها مش واضحة، رجعت مصر بشكل أو بآخر تاخذ نفس بموافقة خليجية بموافقة دولية بغطا ما بعرف. واللي خلى مصر تاخذ نفس لنكون واضحين هو الصمود السوري. سوريا انتصرت عن كل العرب، عن كل انتصرت العرب انتصرت سوريا؟ أنا برأيي اليوم لما عم نحكي عن ربيع عربي بلش بال 2010 انطلق قطاره بسوريا ب 15 أدار 2011، أنا بكون ب 26 أيار الماضي بسوريا مع حفل انتخاب الرئيس بشار الأسد وبشوف فرح الناس بالطرقات، ما بعرف كيف بيكون شكل الانتصار. أنت بتعرفي يعني أنا سوريا لم أغادرها بالمعنى النفسي يوما ولا الجسدي حتى بعز الأزمات، ولا مرة قطعت ولا مرة ولا مرة. هلا لوين بتروحي على سوريا؟ عند مين؟ أنا مع مين بتلتقي؟ لا أنا بلتقي يمكن بتعرفي مؤتمرات محاضرات لقاءات، عندي عن جد ناس هني إخوي لألي وأهل، بس ولا عندي رغبة إنه مثلا مسؤولين. بتعرفي التقيت شي مرة بالرئيس بشار الأسد؟ 4 مرات التقيت بالرئيس الأسد، أول مرة كانت بسنة 2013، كنا وفد لبناني مشكل من مختلف الأحزاب اللبنانية، كنا 60 شخص، 59 رجل وأنا. 59 رجل وامرأة، شو قال لك وشو قلتي له؟ أكيد لفتي له نظره. هلأ يمكن أول شيء بتلفتي نظر إنه يمكن وحدك مريا، بس هيك ولو بشوية حياء بدي أقول لك إياها، لما عملت مداخلتي كانت لفتة النظر الأكبر لناحية اللغة والمضمون وأبدا عن أعجب، إن شاء الله نكون نستحقه. كيف شو قال لك بالحرف؟ قال لي أنا بعتقد أنه أنت لغويا وبالمضمون تفوقتي علينا كلنا، ومنتمنى لما منروح على ورشة عمل فكرية تكون هيدي ببالك. وبعدين جرى اتصال بينه وبين رئيس تيار المرضى وبوقتها كان الكومبليمان الأكبر رئيس سليمان فرنجي. نعم. ووصل لك رئيس سليمان فرنجي دغري دغري، يعني كنت بعدني على المصنع، اتصل في خبرك سليمان بيك وقال لي شو صار؟ قلت له شو اللي صار؟ حلك تعرف؟ قال لي هيك صار الاتصال. امرأة بين 59 رجل بتطلع، يعني بتكون ضمن وفد وبتحكي وبتحاضر وبتتواجد بالمحافل الدولية وامرأة بالمعترك السياسي بعالم كله رجال، امرأة بألف رجل فينا نقول هيك حبيبتي التعبير يعني حبيبتي. هل هالشي ممكن ينتقص من أنوثتك؟ أنا بعتقد الأنوثة هي المضمون وكيفية التعبير، مش بالضرورة إذا يعني أنا دايماً بقول في شغلة نحن بنعتمدها بالأمثال الشعبية هي فيها إهانة للرجل وللمرأة. مثلاً بيقولوا لك أنت أخت الرجال، يعني كأنهم عم بيرقوك أنه أنت أحسن من النسوان، أو إذا رجال مثلاً بيفتقد للمواقف الصلبة بيقولوا له مثل النسوان كأنهم عم بينقصوا درجة.
فما يواخذوني اثنيناتهم، الكفاءة هي اللي بتفرض حالها بمجتمعاتنا. والرجولة هون الغلط اللي انعمل، أنا كتبت مقال عن هيدا الموضوع وما حبيت اللي صار وقت اللي تعدل بين مزدوجين النشيد الوطني اللبناني، وقت اللي راحوا على المرأة الرجال والنساء، مش المفهوم الرجال الرجل الذكر، هون المفهوم الرجولة المروءة، يعني الموقف، الصلابة، القدرة، الحضور، فما عليه يعني. بس ما فينا نلغي الفوارق، ما فينا نلغي وننسى أنه أنت حضرتك امرأة أنثى جميلة مرتبة أنيقة، يعني في أنت بعالم رجال، خطر شغل السياسة بين الرجال، أكيد خطر، نظرات الإعجاب، تحرش. هلأ مرات بيقولوا التحرش، يعني بدنا نحكي الأشياء، التحرش اللفظي هو الأصعب والأسوأ، وخصوصاً بقدرتك على كيفية الرد. خبريني عن موقف صار معك تحرش لفظي. مرة فوجئت بشخص كنت بعتبره كتير قريب مني، بمعنى أنه في عشرة عمر، في ألفة، في فكر، كنت بمؤسسة معينة، قام بيقدر، قام فعلاً بخطوتين لقدام، ما خفت لأنه بعرف كيف دافع عن حالي بالكلمة، بالموقف، بالنظرة. مرات بعيونك بتطلع بالشخص بتخليه يصير هالقد هالقد، بس زعلت، انكسر فيه شيء من جوا، إنه شو كيف يعني. كيف كانت ردة فعلك؟ شو عملتي وقتها؟ كيف وقفتي؟ قمت حملت الساك ومشيت وكأنه غير موجود، لغيته، صار كأنه ما في حدا، كأنه المكتب فارغ. هيدا منه تحرش لفظي، هيدا تحرش جسدي فعلي. حكيتي يعني عن التحرش الجسدي والتحرش اللفظي، وقلت التحرش اللفظي هو أسوأ وأخطر. إيه مزعج. كيف تحمي حالك من التحرش اللفظي؟ أو أنت كيف حميتي حالك لما تعرضتي له؟ أكيد تعرضتي له. بقول لك شغلي، أنا بقوى بسكوتي، وبعتقد مرق معي تجربة كتير كبيرة على السوشيال ميديا والكل بيعرفها، فبمحل معين التجاهل قوة. أنا عندي نعمة التجاهل، صمت، بقدر إذا حكي بقدر أسكت، إذا مثل ما قلت لك قرب بقدر غادر، وعلى السوشيال ميديا ما برد على حدا بالمعنى السلبي. يعني بيقول بولس الرسول أهم شيء بالدنيا هن ثلاثة، الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهن المحبة، وأنا لا أملك رصيداً بهالحياة إلا المحبة. فالمحبة أنا بعتقد هي اللي بتعطيني الخبز اللي بخليني أشبع وأقوى بوجه السلبيات، لأنه إذا واجهت السلبية بسلبية لوين بتوصلي يا رابعة؟ لوين؟ صح. وفي انهيار أخلاقي عم نعاني منه مريع مخيف. نصيحتك يعني أي حدا بيتعرض لتنمر، لتحرش، لعنف، الصمت أحياناً صمت، هو السلاح. أما إذا زاد عن حده يسلك المسلك القانوني، يعني ما في. أنا مرة سلكت المسلك القانوني وبعتقد تربوا اللي لازم يتربوا، لأنه خلص مثل ما قلتي تم استضعافي، إنه حكوا مرة اثنين ثلاثة أربعة، وبس حدا يتعرض بالشتم للموتى قد ما عندي حزن بحياتي، هيدا الموضوع بالنسبة لإلي توقف عنده الدنيا. يعني. أي متى ضربت شي مرة حدا كف؟ أبدا ما وصلت لهيدا المرحلة أبدا. فيرا بتقعد مع كبار الشخصيات معظم الوقت، كيف بتحمي حالك؟ أعطيني هيك تبس، يعني خطوات. أنا بقول لك شغلي، أنت وأنا قاعدين هلأ قاعدة على التلفزيون على الشاشة قدام كل الناس، هي ذاتها بنقعدها ببيتنا، هي ذاتها بنقعدها بمجتمعاتنا، وهي نفسها من قاعدة بمجلسنا. ليش أنا عم بعطيكي هيدا المطل؟ احترامك لحالك، بكيفية جلوسك، باختيارك لكلماتك، بطريقة التعاطي، مرات بتخففي شوي من عفويتك مضطرة، لأن أنا حدا كتير عفو. بمحل معين بدك تفرملي لأنه قد تفهمين خطأ، فبالتالي بتصيري تفرملي خطواتك، بكيفية جلوسك، اختيارك لتعبيرك، ضبط عفويتك. يعني ممكن بطلي أنت، مش بطل انا، برجلج انا، بس بطل انا ما بلغي حدا كرمال، يعني ما بلغي حالي كرمال حدا ابدا. فيرا، نحن اليوم هيدي الزهره بنشهدها بكل العالم العربي، تحديدا بالعالم العربي، بصير في مشكل بين رجل وامراه، هي بتكون عم بتقارعه بالفكر، هو بيرد لها، هو بيرد بينزل يعني على شرفه، مزبوط، ودغري بيدخلوا على الشرف، هيدا شو؟
هيدا بدل قديش عنا أزمة، إذا بدك أزمة ذهنية ثقافية فكرية، وقديش هيدا الشخص اللي عم بيتهم المرأة بشرفها قديه هو مفلس فكرياً، وبذات الوقت مرات إذا بتروحي على علم النفس قديش بيكون عنده رغبة فيها وما قدر يوصل لها. تعرضتي لهيدا مريض؟ نوع من الهجوم؟ هيدا مريض. تعرضتي لهيدا النوع من الهجوم؟ مرة واحدة، وبعتقد برجع بقلك لما غلفت بهذا الكم من المحبة بعتقد وصل لي حقي. مش وقتها. القانون لرج... مش لا 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 لما شو نقال لما وقتها؟ الناس شو نقال عنك لما الناس وقتها؟ بيسبقوا القانون صدقيني احلى بكثير. شو نقال عنك وقتها؟ قد يؤخذ علي امور عده بس بهيدا الموضوع يسمحوا لي، لانه بتعرفي امكانيه تدخلي يمكن ابواب عديده من بهيدا الاطار موجوده ومتاحه. الحمد لله انا هديه وحده بحياتي مش قابله. ليه فيرا يمين؟ وانا هم عم بقول لك مرات بعمل نقد ذاتي لحالي، بقول ليكي وين وصلنا، كل الناس مرتبه وضعها ومورتي اولادها، انا ورطت اولادي انه ما قدرت حصنهم ماديا. يمكن كمان انت اليوم مرتاحه ماديا؟ لا، انه الحمد لله مش عايزه كتر خير الله، بس لا حدا مش مرتاح. شو يعني مش مرتاح؟ مش مرتاحه يعني انا هلكت لخلصت جامعات اولادي كتر خير الله، بيرفعوا لي راسي وبيكبروا لي قلبي. كانت عم تسال ديانا اذا عندي بيت ببيروت، انه انا اكيد بعشق اني ارجع كل ليله من اخر الدنيا على صغرتها او اهدم، بس بذات الوقت انا ما عندي امكانيه يكون عندي بيت ببيروت. شخصيه خفته لما التقيتي فيها او قبل ما تلتقي فيها؟ زياد الرحباني ما كنت بعرفه، بس انه انا من الناس اللي بيعشق هيدي العائله الرحبانيه، من الناس اللي بعتقد صوت فيروز له علاقة بتربيتي وببناء شخصيتي هالقد. فكنت دايما أقول إنه زياد، مرة كنت ببرشلونة بيتصلوا في رجا ورودولف بيقولوا لي في شيء بحلقتنا صار، زياد الرحباني رشحك لرئاسة الجمهورية. قلت لهم كيف؟ قال إيه، كان عم بيحكي وقال هيدي المرة بشوف فيها لبنان اللي أنا بحبه أو شيء. فطبعا بكيت، عم بحكيكي جد بكيت من الفرح. هلا يمكن يكون غير رأيه، مش بالضرورة، هذا زياد ومزاجه وجنونه الجميل، بس إنه تب يوصل بلحظة يعبر تجاهي هيك فكان شغلة كبيرة. بعدين صار التواصل معه، التقينا بهيك مقهى بالكسليك وجاي هو بسيارته المتواضعة أكيد وحده ونازل هيك، في احلى منه هيك؟ طلعت قلت له بس بقدر بوسك، قال لي مع غمره وقعدنا. قعدنا سرسرنا حوالي الساعتين، وكانت مريم بنتي معي. قلت له بعدين وديت له مساج، ما عنده واتساب. قلت له زياد انا بشكر ربي انه تكرست محبتي لألك، انا عندي خوف من اللي بحبهم اني اتعرف عليهم وتنكسر المحبه وتنكسر المحبه، وكان جوابه اروع بكثير. وبعدين تواصلنا اكثر من مره. زياد الرحباني هلا من خلالك انت وينك؟ بعرفك كلنا عم نسال، كلنا بعرفك عم جربي تتصلي فيه؟ ما في، ما عم بيرد على الارقام اللي معي هون. انا جربت كثير بس بدي اقول له زياد، لان بعرف انه بيتابعني، بعرف كثير منيح. زياد بعرفك مقهور ومكسور وموجوع، كلنا بلحظه بنشبهك بس نحن بحاجه لألك، طلع علينا. بدك اياه شو يطلع يعمل؟ ما بعرف، يمكن يفشل لي خلقي بكلمه. يعني انا لما صارت مجزره عكار كثير حزنت انه الاعلام ما تعاطى مع مجزره عكار مثلا مثل اربع اب، لنكون واضحين. ما عرفت شو بدي فش خلقي، كتبت على تويتر جمله لزياد الرحباني المعتر بكل الارض دائما هو زيته. كمان شيء بيقهر، هيدا شيء بيوجع، حتى وجعنا وجع طبقي، حتى ظلمنا ظلم مناطق، في شيء رابعه بانسانيتنا عم بينكسر، عم بيتغير، عم بيتشوه، هيدا الشيء كثير بيوجع. زياد رابعه، وانا وكل اللي بحبوك، كلهم بحبوك. انا كل على اختلاف ارائهم، شوفي من اقصى اليسار لاقصى اليمين، من اقصى العلمانيين الى اقصى المتطرفين. فيرا انا كل فتره، كل ما تازم، كل ما هيك ضيق هالدنيا، تسالي وين زياد؟ بسال كتابه على تويتر او بيني وبين حالي،
زياد الرحباني وينك؟ هي. ففعلا انا بضم صوتي لصوتك لانه هيدي الاصوات 100%. نحن كل يوم بنرجع لكل شيء قاله زياد 100%. سواء بلبنان او بسوريا وبكل العالم العربي. اختصر كل المشهد. شخص بتفتخري انك التقيتي فيه فيرا؟ انا كثير بحب موتشو اني بعرف ليو ميسي. فانا مريم عملت الماستر ببرشلونه وفي صديقي الحاج سمير شامخه بيعرف قديش انا بحب الفوتبول، انا متابعه كثير كثير للفوتبول وكثير انا برشلونه. فانا هونيك بده يعمل لي مثل هيك مفاجاه صغيره، ربطني بالنادي ورحنا الى حصه تدريبيه، تعرفنا على ميسي والفيس ونيمار وكل الشباب الحلوين. بس صدقيني يا رابعه، بس توقفي مقابل ميسي هيك بلحظه بتقولي انا قدامه عن جد وهو بسيط متواضع طيب، وفوجئ اني انا بحكي اسبانيول. وهلا بقول لك انا شو قلتي له؟ وهلا بقول لك انا بحكي اسبانيول. قلت له انا قديش مش بس بحبك، قديش انا معجبه بهالخط الجديد اللي خلقته بكره القدم والى ما هنالك. بعدين طلع قعد معنا على الدرج. كيف قلتي اليوم بالاسبانيول؟ قلت له تيكيرو موتشو يو كيرو تو اوهز فيردي، يعني بحب عيونك الخضر وجوزي حدي. قلت له هلا بترجم لك اياهم بس ما بقدر. وهون برجع بقول لك اللاعبين البرازيليين قد ايه طيبين. الفيس عطى رقمه لمريم بنتي هونيك وقال اذا عايزه شيء تواصلي معي. هلا حكينا بعدين خلصنا مع ميسي، ثاني مره بدق لي الحاج وبقول لي عم بيسأل عنك ميسي، وتاني مرة رحنا والتقينا. ليه سأل عنك برأيك ميسي؟ برأيي ما بعرف، يمكن هو سأل مين أنا، مين أنا، يمكن خبروا الحج. بس بذات الوقت يمكن فوجئ إنه جاي مرة من عالم سياسي، من العالم العربي، هالقد بتعرف تحكي فوتبول، هالقد بتعرف تحكي بالكرة الشاملة، هالقد بتعرف تعطي ملاحظات. على فكرة أنا جمال الشريف الحكم العربي الدولي على البي إن سبور بآخر مونديال كنت بحلقة بحث رياضية كروية بيقول نحن ربحنا عقل رياضي بعالم كرة القدم. هي فيرا يمين، هول كلهم لألك سكوب. شو حلو هيدول أول مرة. فيمكن انطبعت بالنسبة له. شو قال لك ميسي بتاني لقاء وشو قلتي له؟ لا قال لي إنه أنت سيدي عظيمي يعني. قلت له شو قد ما نكون الواحد معنا، مين في عظيم هيك قدامك وقدام بساطتك وقدام تواضعك؟ ما في لك قد إيه طيب. سمحت السيد حسن نصر الله التقيتي فيه ولا بعد؟ لا. معقول؟ مش غريب؟ فيرا يمين المقربة جدا من المقاومة، من بيئة حزب الله، من ليكي ما بعرف، يمكن وقت اللي بحين الظرف بحين. طلبتي؟ إذا يمكن مرة نشدت على الإعلام وقطعه ومش الحال. بس مرة كنت عم بحضر مهرجان للمقاومة، بتعرفي السيد لما بيكون على الشاشة بيكون شايف الحضور. آخر اللقاء بيقول لي شاب من الشباب إذا بتريدي على المكتب. فتت بيقول لي تفضلي كفيت السيد اللي كان يروح فيها إلى المعترك. وبعتقد هذه الكوفية هي أمانة بعنقي ومسؤولية كبيرة، لأنه شو بدك بالمواقف السياسية والمذهبية والطائفية؟ أنا بنت المقاومة من يوم اللي كانت مدنية إلى بأكترية سنية إلى بأكترية شيعية. أنا مقاومة حتى الرمق الأخير، وأنا مع كل بندقية توجه إلى صدر العدو الإسرائيلي أياً كانت هذه البندقية. فيا سيد شكراً على هالكفية، لأنه أنا برأيي هيدي أمانة تستحقيها. بعدين رجع مرة تانية بعت لي خاتمه يعني على فكرة. واللقاء ما تم يعني؟ لا فقط في ما يتم. طب هلا يعني في ما يتم هداك الخاتم، شو المغزى، شو المعنى برايك؟ لا انت بتعرفي رمزيه الخاتم طبعا، خصوصا عند المذهب الشيعي يعني. له رمزيه كثير كبيره. بس انت كيف تلقيتيه؟ كيف انا برايي سلمني الخاتم هي مباركه، هي لا اذا بدك عربون ثقه بالمعنى الكامل لكي استطيع ان اضع هذا الخاتم في اصبعي، وهو من مجموعه خواتمه الشخصيه يعني. لما سمحوا لك كاول امراه تطلعي على منبر لحزب صحيح بال 2007، شو كانوا عم بجربوا يقولوا لك؟ لا كانوا عم بيقولوا او عم بكرسوا صوت فيرا يمين المقاوم.
هالصوت المقاوم، هالصوت اللي من يعني نحن بنعرفه من زمان، ولكن بال 2006 كان صوت عالي وصوت منحاز للحق. ما اخذتي ولا حقيبه وزاريه؟ ليكي هذا السؤال بينطرح علي كثير، لقلك انه انا زهدي ما بدي بيكون فيها كثير ادعاء، ولقلك انه هالقد ناطره كمان في ادعاء. ظلمتي؟ لا ما لا ما بعتقد انه انا بما اعبر عنه من حضور ومن ثقة مطلقة، إن كان من التيار الذي أمثل أو من المحور اللي أنا فيه، بعتقد هيدي الثقة كافية. والمناصب هزلت رابعة، أنا برأيي المناصب صارت ضعيفة، ومرات اسمك بدوي أكثر من أي منصب. الحقائب بتروح ووطني ليس حقيبة. فيرا العروبية، فيرا المقاومة اللي دايما بتقول العدو، يعني نوجه البوصلة نحو عدو واحد هو العدو الإسرائيلي. اليوم في دول عربية طبعت مع إسرائيل، دول عربية رايحة على التطبيع مع إسرائيل، شو رأيك؟ دول عربية طبعت ولكن الشعوب العربية لم تطبع. فيرا ما بدنا ننفصل عن الواقع. اليوم أنا وأنت بنسمع كتير من الشباب والصبايا بأعمار العشرين للثلاثين بيقولوا ما بدنا نعيش بقى حروب، صح؟ نحن بدنا نعيش كبشر، نحن بدنا سلام مع إسرائيل. لا بدنا السلام. لقلك شغلي. ما هو مع مين السلام؟ لا لقلك شغلي. اليوم في بعض الدول العربية إذا طبعت بالمعنى الجغرافي هي منا على تماس مع إسرائيل، هذا أمر كتير حساس. فمبرر تطبيع؟ لا ما عم بقلك مبرر ولن يبرر، بس انا عم بحاول اعمل نوع من توعيه شبابنا. لما حدا بيخبرك عن الحياد، ما حدا ما بحب الحياد غنائيا، بس واقعيا انا كيف بدي اكون محايده وعندي واقع فلسطيني جوا ارضي وعندي واقع نزوح سوري جوا ارضي، واي غنيه حياد انا بدي غني؟ ما مشان هيك يعني شوي اخذ وعطى، نقاش بالموضوع. طب شو سبب تغير مزاج الشارع العربي؟ شو سبب الشارع مين اللبناني او شبابنا؟ انا بقول لك الدعايه وقدره الاعلام والواقع الاقتصادي. رابعه انت ام وانا ام، الواقع لما الاقتصادي بيوصل اولادي ما فين ياكلوا بصير انا بكفر بالكل، وهيدا هو المطلوب. المطلوب يوصلوك لتكفري وتبطلي تعرفي وتبطلي تقري. بس أنا هون بقلن الحرب الاقتصادية تاريخيا هي آخر أشكال الحروب. هل قديه فينا نصمود؟ ما بعرف. غيرنا حورب اقتصاديا، سوريا 11 سنة، برجع بقلك التجربة السورية. امبارح عم بقرأ خبر عن محطة كهرباء عم تتعمر ومعامل كهرباء عم تتعمر بحلب، يمكن تقدر تضوي سوريا ويعطوا لبنان. ايه نحن شو عملنا بالداخل اللبناني؟ صناعة دمرناها. اليوم انت عندك محافظة البقاع فيها كل الصناعات المتوسطة، مصانع انا بعرف اصحابها بتكبر القلب، اليوم راحت على الافلاس. الصناعة ضيعناها، الزراعة صرنا نستحي فيها، كل واحد اذا زرع بقدونسي حد بيته صار مستحي، لا لانه البقدونسي ما بتشبه سيارتي او الساك اللي حملته او البراند اللي لبسته. ففي مشكلة كبيرة بالمونتاليتي اللبنانية، في مشكلة كتير كبيرة. مشان هيك نحن زراعيا تدمرنا، صناعيا تدمرنا، صرفنا 47% من الموازنة على الكهرباء بلبنان لتوصل البواخر توقف بعرض البحر مرة مطفية ومرة فاضية. فشو عملنا نحن؟ شو عملنا؟ يوعوا الشباب ويشوفوا قديش نحن من جوا دمرنا حالنا بحالنا بالوقت اللي كان يعني لازم نحن وعم نتفرج على اللي اسمه ربيع عربي نكون عم نعمر بالداخل. يعني بفهم من اللي بتقولي هيك اذا بدنا نبسطه فيرا، انه الحرب الاقتصاديه على لبنان وسوريا والعراق هي لمصلحه اسرائيل، هدفها كل دمار بالمنطقه ودفعنا كل الى دمار طلب بالمنطقه لمصلحه اسرائيل. بس اليوم لما بتشوفي التجربه الافغانيه وبتشوفي امريكا كيف عم بتخلص قدر الامكان ملفها بالمنطقة، بتشوفي إنه إسرائيل أولوية عند أمريكا ولكنها لم تعد الأولوية مع التعريف. في فرق كبير. بدي أرجع على هيك العلاقة الشخصية المخلوطة بين سياسي وإنساني، علاقتك بآل فرنجية. ليكي أنا وسليمان بيك رفقة طفولة، نحن بذات العمر، ومثل ما قلت لك أنا بنت بيتهم بالمعنى الفعلي. كنتوا تلعبوا سوا؟ كنا نلعب سوا، وكان أشقى ولد. شو كنتوا تلعبوا؟
كان نروح على الحقلة بالهايكينج أو بالصيد أو إذا بدك بالتسلق على الصخور، هو ابن الأرض، له علاقة بالتراب مش طبيعية، بس دايما كان يعمل فينا كلنا مقالب يعني. فهيدا انه تربينا سوا، وبالنسبة لإلي هو مرة من شيء 3 شهور كنت أنا وابني بالسيارة، تلفان لي على شغلة هيك شوي كان عتبين مش بالسياسة يعني. عم بقول لك قديش نحن اخوه عتب يعني. شخصي. قال لي فيرا انا خيك، عم بقول لك كثير غالي هالكلمه رابعه، كثير غاليه وانا خسراني خيين كثير غاليه. فهو بالنسبه لي عن جد بيجمع بين انه هو القائد خيك و... ايه اكيد. على شو عاتبك وقتها؟ لا لا على شغله هيك يا... شو عادي بعلاقات معينه يعني. فقال لي مش لك هالخبريه. وكان جون معي، قال لي ايه معه حق. قال لي حس اني انا سكتت شوي لانه قال لي انا خيك عم بقول لك هي الكلمه. شو قلتي له؟ قلت له بيكفي هي الكلمه بتسوى الدنيا ومعك حق. هو معه حق، مش انه قلت له معك حق لانه سليمان بيك. لا لا معه حق. فعلاقته بالرئيس بشار الاسد ليكي. او آل الاسد يعني هي امتداد، هي العلاقه اذا بدي بلشت تاريخيا مع الرئيسين الراحلين حافظ الاسد والرئيس سليمان فرنجيه، واثنيناتهم يعني وصلوا الى سده الرئاسه بال 1970، واثنيناتهم شاركوا بالحرب اللي يا ريت انتصرنا فيها لو ما انور السادات خرج منها، حرب 73 اللي كانت اول انتصار عربي شارك فيه الرئيس الاسد وفتح المجال الجوي الرئيس فرنجيه، وبنبنت هذه العلاقه العروبيه. انا عندي ايمان بالعروبه انها المظله القوميه لكل المكونات، والا كلنا اقليات، ما في اكثريه بهالمنطقه، كلنا اقليات اذا ما رحنا الى التمسك بالهويه العربيه. انا هيك ربيت على فكره. الرئيس فرنجي كان عمري تقريبا 9 سنين رابعه، روح احضر المؤتمرات الصحفيه كل يوم 3 الصبح، احضر واسمع وتابع واتعلم واتنفس عروبي من 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 هذا الفارس العربي اللي اسمه سليمان فرنجي. وعلى فكرة انتقلت العلاقة، انتقلت العلاقة من الرئيسين إلى سليمان فرنجي، لأنه حبيبي يعني. أنا بقول شغلة كتير صعبة، مرة الرئيس فرنجي قال كل الأولاد بيورثوا أهلهم، أنا ورثت ابني لما استشهد توني فرنجي. فانتقلت من الرئيسين إلى ابن الرئيس الأسد الراحل باسل الأسد وحفيد الرئيس يعني فرنجي سليمان فرنجي. كان سليمان فرنجي صديق باسل الأسد طبعا ما حفظ الألقاب. نعم. بعدين لما توفى باسل الأسد انتقلت إلى الرئيس بشار الأسد. طبعا هي علاقة غير القومية وغير العروبة وغير العلاقات، بيكملوا بعضهم، بيكملوا بعضهم، ما فيك تفصلين عن بعضهم. أدي في صداقة بيناتهم؟ صداقة تلامس الأخوة يعني، أنا مش عم بزيدها، هو بيقولها أكثر من مرة يعني. اثنين رح يوصل سليمان، تيوصل ويعملوا تليفون مباشر بعد زيارتي أنا للرئيس الأسد. رح يوصل سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية بلبنان؟ أول شيء يا رب توصل، يا رب تبقى جمهورية بلبنان، يا رب يبقى لبنان لنحتفل إذا وصلنا وإذا بقى لبنان. بعتقد بالواقع الأمور إنه مفروض يكون عنده حظوظ قوية، وصدقيني مش عاطفي عم بقول لك لاني بعرفه كثير منيح. من حظنا ان يصل مش من حظه هو. فيرا يمين، الامراه، الام، الزوجه، السياسيه، المفكره، حبيبتي الرياضيه، حبيبه قلبي، اكتشفناها الليله. شكرا كثير لك انك فتحتي لنا قلبك بكل المجالات وبكل شفافيه. الشكر الاكبر لك. وبدي انهي بجمله، لانه من لنا وفيها ريحة الشام، يقول المستشرق الفرنسي أندري بارو: لكل إنسان في العالم وطنان، وطنه الأم وسوريا. ونحن لما منحب سوريا لأنه منحب تاريخ الإنسان اللي استمر ليعيش ويحيا ويتنفس. بلشنا بالأم وختمنا بالأم. شكراً كتير حبيبتي. هيدي كانت قصة فيرا يمين اللي بعتقد انها ملهمة لكتير من الصبايا والسيدات بمجتمعاتنا العربية. طبعا دايما الحكم لألكن. انك تكون مختلف وتخلق من هالاختلاف تميز بمجتمع صعب
يقبل الاختلاف هو بحد ذاته إنجاز يستحق نسأل عنه شو القصة. قصة رباب بنسمعها سوا. يا أهلا وسهلا برباب. رباب جعفر، كيفك؟ ماشي الحال؟ إن شاء الله بخير. ماشي الحال، تفضلي. رباب، أنت بين 8 أفراد بالعائلة؟ نحن 8 أخوة. أنت الوحيدة القصيرة. صح. هيدي ميزة؟ هيدي ميزة، بنفس الوقت كيف بدي أقول لك، يعني أنا دائما لما وعيت على الدنيا ولقيت حالي هيك، أكثر أوقات حتى على كبر مثلا إخواتي ما شاء الله طول زايد، بتطلع فيهم هيك بقول لهم اصلا لازم تشكروني، بيقولوا لي بيقولوا انتم اخذتوا طول من دربي، يعني اخذتوا طول زايد، اخذتوا مني انا ضحيت بالطول. ايه فبيضحكوا بيصيروا يقولوا لي بس نعم نعم انت احسن مني، ده طول متعب. فلا هو هيك له فايده وما له فايده. يعني شو الفوائد؟ يعني ليك مرات في صعوبات بتلاقيها اذا كان الانسان قصير، كل شيء بده يعتمد مثلا على اذا بده يطلع شيء بده يطلع على كرسي، عندي مثلا درجه صغير بدك تطلعي، في اشياء مثلا ما بتقدر تعمليها مثلا مثل لما تطلع باسانسير اذا الارقام عاليه فوق انت ما فيك تطاليها، بتستصعبي هالشغله، في كثير شغلات يعني، وخاصه انه مثلا ببعض الاماكن عندنا بلبنان ما مخصصين مثلا اشياء اللي مثلنا. يعني كل شيء معتمدين على انه كل الناس نفس الطول. المجتمع رباب كيف بينظر للناس اللي مثلك؟ يعني انا عم بحكيكي قد اليوم عمرك؟ 29. 29، يعني من اول ما خلقتي ومرقتي بالطفوله وبالمراهقه. انا طفولتي كانت صعبه. كانت صعبه؟ خبريني. طفولتي كانت صعبه على اني ما عانت وجع واحد. شو اوجاعك كانت؟ مرقت مثلا بين انا لما خلقت تعرضت لخلع ولاده بايدي اليمين، ايدي ما كانت مثل ما هلا شايفتها، ايدي كانت هيك مفتوله. عملت 3 عمليات اول شيء انا وصغيره، حتى انه انا لما خلقت خلقت بوضع انه اهلي مثلا كل دكتور يروحوا لعنده صار يقولوا له هي مثلا ما راح تعيش كثير، انه انجب 2 3 ويا هيدا عمرها، يعني العمر بايد الله يعني بالنهايه. ف يروحوا عند دكاتره وهيك وكلهم نفس الحكي. بمرحله من المراحل كان بابا طالع زياره على العراق، يعني بتعرفي هالمناجات الادعيه التوسل بالائمه هيك، توسل توسل توسل، لما اجى على لبنان بتقول له تيتا رباب عم تمشي، عم طلع وانه ما صدق. ايه وايا كنت عم برد دعوته، يعني تم استجابتها. أيه يعني استجيبت عم بوقتها. الدكتور اللي قال له انه ما في امل ما في امل اخذني لعنده وفت لعنده انا عم بمشي. خوت قال له بدك تقول لي عن مين اخذتها؟ انه عن مين اخذتها يعني كيف هيك؟ قال له بدك تعرف مين اللي شفاها؟ قال له الامام الحسين وهيك. باي عمر رباب انت عرفتي انك قصيره؟ انه انا ما رح اطول بقى. لما شفت لما كنت شوف لي اصغر مني مثل خي، عندي خي اصغر مني. قد كان عمرك؟ بدك تقولي مثلا صار عمري شي 6 سنين 7 سنين. طلع مثلا اللي اصغر مني انه قال له لبابا مثلا انه ليش هو مثلا اطول مني، يعني انا اكبر، انه انا اكبر لازم انا اكون اطول. شو كان يقول لك بابا؟ لا كان يقول لي بابا انه صغير يقول لي لا ما انت هلا بعدين حتطولي طولي وحده دغري مع بعضها تطولي اكثر منهم كلهم. بده ياخذ دعال يعني. ما طولتي؟ لا. بأي عمر سألتي إنه ليش أنا ما طولت؟ هيدي صارت معي بس تنتقلي لمراحل المدرسة، لما تتعرضي بالمدرسة لكيف رفقاتك نظرتهم لإلك. تنمر؟ تنمر، إيه. تعرضتي لتنمر؟ أكيد. شو كانوا يقولوا لك رفقاتك؟ يعني أبشع كلمة هي كانت تقال إنه قزمة، مثلا مرات يقولوا لك هيدي كيف جسمها وراسها كبير. إنه أي كنت تتضايق قد هي. شو كنت تعملي لما تسمعي؟ احيانا اجى على البيت مثلا ابكي اتضايق، احيانا اقول له ما عادش بدي اروح على المدرسه، هلا ما بدي اروح على المدرسه انه خلص ما بيحبوني بالمدرسه. انا قدوتي بالحياه كانت البابا الله يرحمه، كان معي بكل شيء، حتى انه هو اللي دفعني انه دفعني اني انا واجه المجتمع، طلعي كيف انت، اعطاكي ثقه بنفسك. اي وانا ليك انه انا احيطت بعائلة، يعني أنا مرات بتأثر بس أحكي على عائلتي، عائلتي كتير
بتجنن حنيتهم عاطفتهم. أهلي كتير بجنن. الله يخلي لك اياهم. هلا عم بحكي فيه لأنه عم فقد الوالد. كان سندي بالحياة. الله يرحمه. فأكتر شغلة بدي دي حتى مثلا هو صار له أوكي 7 سنين متوفي بس بعدني لهلا بشعر فيه معي بكل شيء. وحتى إنه عاطفة إخواتي حنيتهم بتأثر فيني. على حدا إنه كثير حساس حساس لدرجة إنه حساس إذا حدا حضنني بتأثر. يعني كلمة أي شيء بتأثر فيني. نظرة العالم كانت تبكيكة أنا صغيرة وهلا؟ لا ما حدا طلع أو لما حدا مثلا بيقول لي لك بهيدي صراحة أنا صرت أضحك. تضحكي؟ إي تضحكي عليهم ولا بتضحكي؟ بضحك عليهم لأنه أنا بسمي هودي الناس ناس عقلها ناقص جهل. أنا هيك بسميتهم ناس ولا شيء. بدي أخذك رباب من هالدمعة الصادقة للضحكة. يعني أنا رباب اكتشفتك على السوشيال ميديا طلعت هيك أكتف على الإنستغرام. ما بعرف على تيك توك أنا مني نشيطة بس يبدو كتير. أنت نشيطة كثير طلعت هيك إيجابية على الموضة ميك أب شعر لبس. حبي أهتم بحالي. تحبي تهتمي؟ أي شو أكتر شيء؟ لدرجة أنه كثير ناس مثلا أعطينا السر أنه أنت كيف اهتمامك بحالي. طب أعطيني السر اهتمامك بحالي. يعني أنا بهتم بحالي. أنا ماشي بهالحياة أنه أنا بسعد نفسي بنفسي. كيف؟ يعني لقلك شغلة، أولاً أنا بالسوشيال ميديا وخاصة هلأ بقصة التيك توك هلأ طلع كتير له يعني ضجة. أنا بالتيك توك أولاً عندي أهداف الحياة كانت إنه شو أوقف جنب الناس اللي بحاجة لدعم معنوي لطاقة إيجابية. أنت بتعطي الدعم؟ أنا هلأ ملقبة بين الناس رباب جابرة الخواطر رباب الطاقة الإيجابية. شو بتعملي كيف بتجبري الخواطر وكيف تعطي طاقة إيجابية؟ ليكي أحياناً الناس بحاجة لكلمة منك حلوة كلمة أو مثلاً بيكونوا مرئين بظرف بدهم مثل دعم لقلهم إنه إيه طولوا بالكم ما بعرف شو بدهم كلمات. يعني أنا حسب الظروف اللي مرئين فيها الناس. أنا في قصص كتيرة بيجوا بيحكوا لي إياها بيحبوا يفشوا قلبهم لقلي. أنا بكلمتين ثلاثة بيقولوا لي إنه بيكفيني لما حدا يجي يقول لي أسعدتيني أو إنه أو يدعي لك دعوة الله يسعدك مثل ما قد إيه قوتك هالشغلة إنك أنت عم تبث فيها الإيجابية؟ أنا هيدي الشغلة مبسوطة فيها لدرجة مش طبيعية. يعني إنه خاصة إنك صار إلك وجودك هلا يكلك بالسوشيال ميديا وجودي أو نظرة الناس اختلافها أحسن وأفضل من الواقع. بيعرفوا على تيك توك وعلى إنستغرام إنك قصيرة؟ بيعرفوا ليك هلا بالبداية. يعني العالم الافتراضي أرحم من العالم الحقيقي الواقعي؟ صراحة لأنه ليك الناس لما عم تاخذ منك أول شيء عم تاخذ منك كلامك قبل ما تنظر لك النظرة، غير لما بالعالم الواقعي عم ينظروا لك قبل ما تحكيهم قبل ما تتحاور معهم. أنا أصلاً بتحاور مع الناس بالسوشيال ميديا مش مثل بالواقع. أنت ماشي بالشارع وعم تتعرضي لهيدا المسخرة والتنمر وهالقصص. عشان هيك في اختلاف. ببداية على دخولي على السوشيال ميديا أنا بصراحة ما كنت نزل صور لإلي بطولة. ليه؟ كنت تنزلي بس وجهك؟ وجهي أو لهون مثلاً. كرمال شو؟ ما يكتشفوا انك انت ما بدي حدا يعرف او بالاحرى ما لي خلق على المسخره. كان هلا بتنزلي كل شيء؟ هلا كل شيء عادي على الواقع عادي. في مره نزلتي صورتك وانعجب فيكي حدا؟ يعني نزلتي صوره هيدا القصه زمان استاذ صاروا مختلفين خبريني اياهم القصه. وعلى فكره اللي تعرفت عليها يعني طوال ما في حدا مثلي. الشخص الأول إنه ما كان يعرف على الواقع. لما شافني على الواقع انصدم. كيف كانت ردة فعله؟ أول شيء قال لي أنت رباب ولا حدا تاني؟ إيش قلتي له؟ قلت له لا أنا. قال لي بس إنه ولا مرة قلت لي قلت له أنت ولا مرة سألتني إنه ما سألتني شيء عنك كيف شكلك أو شيء. قلت له بس أحسن أنا تفضلت إنك تشوفني هيك وهيدا. شو كانت ردة فعله؟ بعد ما انتهى إنه اللقاء وهيك عادي لقيت رسالة قصيرة بالإيميل اللي عندي.
شو الله يوفقك بحياتك وهيك وما بعرف شو هيك انه خلص انا انا ما بدي كمل ما بدي اشوفك ثاني مره. كيف كانت ردة فعلك؟ بتتضايق. كان عجبك وقتها؟ عجبك؟ هلا هو حلو. طيب تاني تاني ما في حدا فينا ما بحاجه للحب، الحب هو حلو. بتحبي رباب انت؟ هلا انا حاليا لاغيه هيدا الشيء من حياتي كلي. حبيتي شيء مره؟ حبيت عم قلك انحبيتي؟ ليكي هلا بدي لك شغله، انا عم توصل لي قصص مثلا دائما مثلا انا بحبك بدي اتزوجك او شيء، انا ما عاد بدي من ناس صار ولا عادي طوال؟ بس انا ما بدي. أنا ليه ما بدك؟ هلا بالوقت الحالي انا هيدا الفكره لغيتها. ليه؟ انا عندي اشياء مثلا كيف بدي اقول لك، بحس حالي انه انا خلص للعالم، مش نظرتي نفسك للمجتمع للناس للعالم. انا تاني قصه بده رباب بلاقيها. تاني قصه رباب. تاني قصه لا واجهته فيها من الاول. شو؟ انه عادي واجهته بالحقيقه، نحن عم نحكي يعني بدون ما انتظر لقاءه وهيك. بس القصه قبلت وين؟ انه الاهل، هو ابن أهله. يعني هو قال ايه ما عندي مشكل، بس الاهل شو قالوا له اهله؟ قال لا وهيدي ابصر كيف انه بكره هيدي ما بتجيب لك اولاد وما بعرف شو هيك. انا على فكره انا تعرضت كثير لحتى من الناس الكبار بالعمر بحديث يعني بتحسيه سخيف. أسوأ شيء تعرضت يعني مره انا قاعده مع وحده جارت ماما كبيره هي، وانا مرات انه ليك يمكن طوف لناس، ومرات انه خلص لازم تجاوبي. قال لا قاعده معي بتقول لي هلا انت شايفه شيء مره دكتور؟ لو تفاجأت قلت لها دكتور شو؟ قالت لي يعني هيك للنساء وهيك. قلت لها لشو بالي؟ قالت لي لا انه كوضعك انت اذا تزوجتي بتجيب اولاد. قلت لها الحاجه ما خصه. قالت لي لا ما قصدي شيء وهيك. قلت لها قصدك ولا مش قصدك؟ انا جاوبتك وخلص. قلتي لي رباب انك انت ما بدك بقى، ما عم تفكري بالزواج، ولكن اذا فكرت، اذا يعني هيك شي مره اجى على بالك ترجعي تعملي، يكون عندك رفيق بحياتك، ممكن تفكري برجل طويل القامة قصير؟ خليك تتفاجئي من جوابي. قولي لي. بفضل الطويل. قول لك ليه؟ ليه؟ ليكون اثنين مكملين بعض. ليكون ما في نقص، عرفتي كيف؟ يعني شخص انت كمان هو سند لإلك وسند لعائلتك بالمستقبل، بس بدك تعملي عائلة. انه انا بفضل الطويل على القصير يعني. رباب اهدم موقف صار معك بحياتك؟ رحت مع اختي بدها تجيب اولادها من المدرسة، عندها ابنها بالكي جي 2. عادة أنا بنزل بجيبه، نزلت جبته هيك، فنحن طالعين وهيك بالباركينج في سكيورتي يعني، بيصرخ سكيورتي بيقول هون اثنين معلمين وين أهلهم يجوا ياخذوهم؟ طلعت أنا قلت له عفوا، إلا قبالي إيه سوري مش يعني ولا يهمك. رباب شي اثنين ضاهرين لحالهم بلا أهله. رباب جعفر أنا كثير استمتعت بالحديث معك، وأكيد المشاهدين استمتعوا لأنه عندك طاقة إيجابية وعندك هيك إيمان وبتبثي يعني هيدا. أنا بدي لك شغلة، بدي منك بس توجهي رسالة اليوم لكل صبية لكل شاب مختلف، ما بدي أقول أنا يمكن مش بالضرورة يكون مختلف بالطول، لا لا في اختلافات كثيرة، مختلف ومش متقبل حاله وعم بيعاني بهالمجتمع، طلعي بالكاميرا وقولي لهم شيء. الناس لما عم بتأشر بإصبعها عليك عم مش عم بتعيبك لإلك، هيدا الشيء أنت عم تتمسخروا أو عم تعيبوا الله، ما عم بتعيبوا البني آدم. وأولاً إذا بدكم تفتخروا بشيء بهالدنيا لأي إنسان كان، إن كان إنسان طبيعي ولا مش طبيعي لنقول بحسب مسميات المجتمع، أنتوا بتفتخروا بشغلة إنه لا صنعتوا جسمكم ولا حالكم، بتفتخروا بشغلة إنه اللي هي أخلاقكم تربيتكم، شيلوا سلطونه بالمجتمع اللي هو مثلا العلم العمل، هيدا اللي بتفتخروا فيه لأنكم تعبتوا على نفسكم فيه، أما خلقتكم ما تعبتوا عليها، ربكم خلقكم بأحسن صورة، وما تهتموا لأي حدا، عيشوا وانبسطوا وكل شيء ما ناقصكم شيء، والحمد لله على كل حال. شو حلمك رباب؟ على حلمي ضلي مثل ما أنا، ضلي إنه بيحسن فرح السعادة للناس. بدي شكرا كثير لعلك حبيبتي، انا كمان شرفت فيكي والله، انبسطت فيكي كثير. هيدي كانت رباب المميزة باختلافها وبثقتها بنفسها وبالرسالة اللي قدمتها لكل مشاهد منا الليلة. فيكم تلحقوا رباب لتعرفوا عليها أكثر، لأنه هيك ناس بعتقد بيستحقوا المتابعة. ليه بشار اسماعيل ترك الكلية العسكرية؟
ليه بيتعرض للانتقادات لما يحكي عن الوطن؟ ليه بيتعرض لتهديدات لما يعبر عن رأيه؟ ليه بتم وصفه بعميل السلطة؟ الفنان القدير بشار إسماعيل، أهلا وسهلا فيك. أنا طرحت بالمقدمة كتير من الليه، بدي أسألك أول ليه فنان صار له فوق 30 سنة بمجال التمثيل، معروف بكل الشارع السوري والعربي، يتعرض لهالكم من الانتقادات بشكل مستمر وبيتم فتح دفاتر قديمة دايماً لإله؟ هلأ الشجرة المثمرة دائماً تتعرض للضرب. أستاذ نحن شجر مثمر، نحن الشجر المثمر، فنتعرض دائماً للانتقادات، لفبركة المسائل الغير سوية. وطبعاً أنا بعتبر يلي بيعمل دائماً هيك بيكون مصاب بالانفصام. عن مين عم تحكي؟ مين عم تقصد؟ من هو المصاب بالانفصام؟ فبرك، عن كل واحد فبرك. طب أنا بدي أدخل مباشرة بصلب موضوع انتشر مؤخراً في الإعلام عن لسان الممثل عبد القادر الملا، بيتهمك إنه حضرتك كنت بالكلية العسكرية وقتلت ضابط في الكلية العسكرية، وهيدا سبب خروجك من الكلية العسكرية، وبيقول إنه كنت تحكي له هالشي وتجاهر فيه أو تفتخر فيه بالمعهد. تفضل الرد لإلك، شو القصة؟ أنا هذا يمكن 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 شايفه يمكن ماني شايفه، ما عم بتذكره نهائيا. أنا هيك قصة يعني واضح تماما إنه في شيء مغرض حابب يوصله بهذه القصة. أنا كنت فعلا بالكلية العسكرية، وقبل ما أروح على الكلية العسكرية كنت رايح بعثة إخراج سينمائي على رومانيا، ولكن تم تبديل الأسماء فرحت على الكلية العسكرية، ولكن بقي مسألة الحلم بأني بيوم من الأيام صير فنان بقي في رأسي، إلى أن تركت هذه الكلية بناء على رغبتي، وأنا اللي قدمت استقالتي وحملت حمالي ورحت درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية وصرت ممثل. بعد 30-40 سنة بيطلع لي ولد معه انفصام بالشخصية، بيروح بيعمل طبعا هو مشان يجيب لايكاتي، بيظهر ما معه مصاري أو شيء، وفشل بسوريا بالتمثيل، وقالوا لي إنه طلع برا البلد فبده يجمع شوية مصاري من خلال الفيسبوك وتبع التواصل الاجتماعي، يعني لأنه فيه مسألة صارت بهذا الزمن خارج عن نطاق الأخلاق. ولكن يعني الناس أستاذ بشار بتحب الفن. عفوا بس يعني أنا فبركوا تفضل فبركوا مرة قصة أنه أنا طبعا بين موالاة ومعارضة للأسف، يعني أنه أنا شتمت الرسول مثلا، يا لطيف يا كافر يا عدو والله يا مدري شو يا رافضي لم تشتم؟ يا رافضي يا مدري منين بيجيبوا هالألفاظ الرهيبة. مرة كمان فبركوا علي بمسألة كمان شغلي، إنه واحد أخذ صورة من مسلسل وحطه وعمل بروفايل وإنه هو إله عم يحكي مع وحدة وكذا، العالم كلياتها بلشت نعم وكذا وكذا. لك طيب أنا ما بلوم يلي عمل هيك، أنا بلوم الذي يصدق هذه سوالف. نعم استاذ بشار، بس اسمح لي هون اتوقف عند نقطه، بدي اتوقف حقيقه عند نقطتين. اول نقطه انه ليه بشار اسماعيل هالقد يتهم وهالقد تفبرك عليه اذا كانت فبركه، وليه جمهورك بيصدق؟ هل جسمك لبيس؟ هيدا اول سؤال. تفضل. انا جمهوري ما بيصدق، يلي بيصدق هلا لما صارت ايمت طلعت هالقصص هاي، لما صار العدوان على سوريا أنا برد بسميه عدوان. يعني للأسف الشديد أنت إذا ما كنت معي معناتها أنت ضدي. نعم. فبلش أنا بابي فبركت كل هذه الأقاويل. هلأ مثلا أنت لما بتحكي باتجاه المصالحة بيطلع في ناس، مو المصالحة إبداء الرأي، أنه مثلا بيقولوا لك أنت معنا ولا مع النظام؟ لك يا عمي أول شيء أنت عم تقول معنا ولا مع النظام؟ النظام هو عكس الفوضى، ما أحلاني أنا أكون مع الفوضى مثلا. مين النظام؟ هل النظام هو متمثل بشخص رئيس مثلا؟
كرمال هيك يطلق عليك تسمية عميل السلطة؟ هلأ بسموك عميل السلطة لأنه أنت مثلاً وقفتي مع وطن. هلأ أنا بقول أنتوا حاولتوا قلتوا أنه نحن ما بدنا الرئيس. طيب في ثلاث رموز للوطن للبلد، في ثلاث رموز، في تراب الوطن المقدس، في الراية العلم يلي كل العالم بتموت في سبيله، وفي المتغير يلي هو الشخص أو الرئيس. الرئيس هو كائن حي معرض للموت، معرض للرحيل، معرض، ولكن في ثوابت، في الراية سابقة وفي تراب الوطن سابق. نعم أنت ما بدك رئيس. بفهم من كلامك أستاذ بشار أنه دفعت ثمن مواقفك السياسية وهيدا يعني أو مواقفك الوطنية، وهيدا السبب اللي عم بتم فبركة حسب يعني رأيك أمور عنك مشبوهة. السؤال الثاني اللي كنت بدي أطرحه عنك عليك، طب أنت حضرتك رديت بطريقة يعني أنه حدا عم برد على حدا، ولكن أنت اتهمت بقتل ضابط بالعسكرية، يعني هي تهمة كبيرة. هل راح تقاضي عبد القادر الملا على كلامه على اتهامه لإلك؟ لو كان هون أنا برفع عليه دعوة. أما دائما الجرزان عندما تهرب تبدأ بالحديث من الخارج، هو بيتجرأ يطلع فيني هون أو برا؟ هلا إذا بيشوفني مثلا بالبلد اللي هو فيها، هل يتجرأ أن يقف أمامي مثلا مفكرة؟ أنا طبعا لو كان بالبلد بقاضيه وبحطه بالحبس، هي تهمة كبيرة كتير. بس أنا بالنسبة إلي ما بلومه، بلوم يلي صدقه، لأنه أنت عم قلك أنت كمذيعة وعلاقتك بالبشر صرتي تفهمي بالبادي لانجوج، من شكله من حركاته واضح أنه فصامي الولد، يعني ولد فصامي بيألف قصص وبيتهم العالم فيها. هلا احنا ما فينا نحكم على اشخاص، ما فينا نحكم على اشخاص من اشكالهم، ونحن مش اطباء، يعني هذا بنتركه لمهمه الطب والمحللين النفسيين. استاذ بشار طيب، صرحت كذا مره انه انا ما معي مصاري فوت على مطعم واسهر وعيش مثل باقي الفنانين. كيف فنان صار له 30 سنه بهالمهنه بياخذ كثير ادوار معروف وما معه فلوس يدخل فيها على مطعم؟ فسر لي. طيب انا مثلا اللي بيقولوا انه انا مستفيد، ومثل ما قال انه انا اخذت عفو هذا للرئيس وانه علاقتي بالسلطه، انا الي هلا 14 سنه ما اشتغلت ب 3 ملايين ليره سوري هون بسوريا. ليه 3 ملايين ليره سوري؟ ليه، شو السبب؟ لانه عندنا جهابزه هون والشلاليه، ما هلا شو قالوا؟ لقد قطعنا رزقة اللبنانيين. ما سمعتي الحوار اللي عم بيصير انه الممثل اللبناني وما بيصير الممثل السوري وما بعرف بالقصص؟ انا هذا الحكي والعي كله ما بحبه. انا زلمه عايش بهدوء بهدوء. نعم انا ما بدخل بشلليه، انا ماني مستعد طقطق راسي من شان مليارات الدولارات لاي حدا، لا لمخرج ولا لمنتج. بدك تاخذني انا على ثقافتي، على فني، على فكري، على علاقتي بالبشر. انا بحياتي ما اعتديت على نمله. ذكرت موضوع السوريين واللبنانيين، هلا اليوم شو عم بيقولوا بسوريا حول موضوع؟ لا هلا انا عم بسمع من السوشيال ميديا انه والله انقطعت رزقه اللبنانيين، او قطعنا لهم نحن رزقتهم للسوريين، مدري هالحكي السخيف، وهن ضد الاعمال المشتركه وما بصير نجيب لبناني وما بصير نجيب سوري. هذا كلام عيب. نحن كلياتنا عرب، وغير انه عرب الفنان يجب ان يكون مميز باخلاقه، بكرمه، بشهامته، بشجاعته، بوفائه. لازم يتقبل الاخر الى درجه ان يصبح الفنان في اي قطر، او مو بقطر عربي، بالعالم. نعم. الفن هي صفة من صفات الله، فنان الكون الأعظم. إذا يجب أن يكون الفنان متمثل بأربعة: الحب، الخير، العدل، الجمال. نعم هي مفهوم الفن. أنا
شكرا لهال هيك التوصيف اللي وصفته عن الفنان وعن الاخلاق والانسان. استاذ بشار اسماعيل، ان شاء الله قريبا وضروري نلتقي ببيروت بالاستوديو نحكي معك بحوار مطول ومفصل، لانه مسيرتك تستحق انه نضوي عليها بشكل اكبر. اليوم هيك كان ظهور بشو القصه، شكرا على هالتوضيح اللي خصيتنا فيه بشو القصه، شكرا كثير لك. شكرا لك. مع رد الممثل بشار اسماعيل على التهمة اللي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام، نوصل لنهاية قصصنا الليلة. شو القصة؟ ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. سلامات.